احد بواحد الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله أوه. بسم الله خلصت الصلاة ما يدري شنو صلى ولا يدري ماذا قرأ ولا يدري ماذا قرأ الإمام ولا يدري صلى ثلاثا أو أربع أو أربعا على ماذا الإنسان لابد أن يستشعر الخوف من أن ترد عليه هذه الصلاة ترفع إلى السماء فيقال مرفوضة أعيدوها إلى صاحبها يقول بعض أهلهم فيضرب بها وجهه ما هذه الصلاة الله ليس محتاجا لعباداتنا ليس محتاجا لصلاتنا ولكن يحب أن يعبد لكن يعبد صح فالإنسان يخاف أن ترد عليه هذه الصلاة أن لا يؤجر عليها أن اللي صلى واللي ما صلى صاروا سواء لأن صلاة بدون خشوع بدون حضور قلب بدون فهم بدون معرفة لما صلى ولما قرأ وكم ركع ما هذه الصلاة الخوف من أن ترد هذه الصلاة فكلما كملت الصلاة وكثر أجرها كلما ثقل ميزانها أرجو أن تكون هذه الصلاة ذخرا لي عند الله تبارك وتعالى فتحرص عليها فتتعب عليها